الأبي الصبغي يدرس يوتان تركت الدعوة إلى الله سرا ومعه السابقون الأولون وهم عدد قليل من سادتنا أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وأم المؤمنين خديجة بنت خويلد عليها رضوان الله تعالى أول من عرف شأن الوحي لأن النبي خرج من بيتها إلى الغار وجاء من الغار إلى بيتها وإلى عندها عليها رضوان الله تبارك وتعالى. بعد 3 سنين أمره الله أن يجهر بالدعوة فخرج ودعا قومه عليه الصلاة والسلام ونادى من عند جبل الصفا يا آل فلان ويا آل فلان لأسمى لقبائل قريش في مكة وكل من سمع صوته قال هذا الأمين ما ينادي إلا لأمر مهم فاجتمعوا ثم قال والله كيف لو أخبرتكم أن وراء الجبل جيش يصبحكم أو يمسيكم أتصدقونني؟ قال والله ما جربنا عليك كذبا قط منذ مشيت فنشأت بيننا وأنت صادق. قال إن الله أرسلني إليكم وقال والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. فشبه النوم بالموت وشبه اليقظة بالبعث بعد الموت وفي الخبر النوم أخو الموت فكان من جملة الآيات تذكر الموت وتذكر البعث وذلك مما جعله الله تعالى مندوبا لهذا الإنسان عند نومه أن يتذكر بجعته في القبر وحالته عند الموت ليستعد لذلك فهو مذكر بذلك. وجاءتنا آداب قالوا إن العامل بآداب النوم يصير نومه يقظة